منو اللي عنده سؤال استفسار؟ الحقيقة أريد يعني نشوف شنو اللي رأي دي حضراتكم بالموضوع. السلام عليكم دكتور. محمد وياك دكتور موجود. يعني اكو احد بعض الآية تؤسل للموجودين؟ هسه احنا داخلين 112 طالب 113 يعني 113 14 ما اعرف هسه واحد قال السلام عليكم راد يسيلك ما اعرف وين يعني ما يطلع يمي لا كتابه ما يعني كلش مدى هسه اسمه ما حد يقول لي شيء مدى اسمع بس انت دا تحكي اياه تمام دكتور ننتظر 5 دقائق دكتور بين ما يدخلون ماشي بعد انا راح اطلع هسه تدري ليش بس دكتور كل الاي سي جي اي بالنسبه عبد الله وليد خالد الاي سي جي كله مداخل ابني مو قلنا لكم كل الاي سي جي مداخل نعم علي حيدر خليل نعم والله ابني تركز على المصدر بنتي طبعا تركز على المصدر الملازم راح ما تعطي كل الاجابات بصراحه بس تساعدك هي مو ما تساعدك المصادر الملازم تساعدك بنتي سجى صباح من هو الاي سي جي ما داخل الليدات وين غير طبعا بالاي سي جي هم داخله السلام عليكم دكتور وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أحمد لطيف نعم دكتور اللي يعني أنت ذكرت معلومات بالمحاضرة لما شرحتها ذكرت معلومات يعني ما كانت موجودة بالملزمة معلومات يعني أكدت عليها يعني إذا واحد يذكر المعلومات اللي ذكرتها هذا الشيء كافي لو يعني هم لازم يقرا المصدر لان انا اذكر انه انت قلت راح اجي من الشرح اللي ذكرته باليوم ايضا ابني ارجع واكرر لكم بالنسبه للمصدر هو المهم هو الاساس بالشرح المفصل الملازم عباره عن مجرد مختصرات لغرض المحاضره كل الدرجة تتقسم حسب الإجابة يعني تجاوب مختصر تأخذ درجة قليلة تجاوب كاملة تأخذ شو اسمه الدرجة كاملة الكاملة شنو أقصد يعني تغطي جميع المواضيع خلينا نقول الملاحظات اللي ذكرت وهي غير موجودة بالباوربوينت بالملزمة هذه هي ماكو ملزمة أنا ما عندي ملزمة بس هذا باوربوينت إحنا نسميه ماشي دكتور واضح مشكور بالنسبة هنا ابني زميلتكم دكتور شنو المهم هو شنو هو الموضوع مهم كليته هذا الفصل اللي اعطيناكم اياه فصل الشابتر الكارديو فاسكولار انتم شو اسمه يعني حذفنا لكم من عنده 3-4 ايتمات قللناكم المادة بالنسبة للرسومات الداخلة يعني انا ما اقول لك جيبي مثلا ارسم القلب ارسم الكذا ما ادري ايش يعني احيانا من يجي عندك مثلا فتشي برسم خلينا نقول مثل الدايجرام يعني شنو الدايجرام مثلا رسم بياني او شيء من القبيل البسيط واكثرهن ان ذني كان الموجودات بال الحقيقه موجودات بال يعني اي سي جي اكثر الرسومات المهمه زين طبعا هاي تشيست ليد طبعا تابع للاي سي جي يعني هم يراد لها روح للقاضي همينا هذه معروفه زين سواء هسه بنشوف بعد خلي اذا افتح البي دي اف انا اريد افتح هذا اللي هو شو اسمه افتح المحاضره الباوربوينت عندهن على أسئلة هذا الكارديو فاسكولار وساي هواي 1-2-3
عموما هسه مو جوا ايدي بديش الحاسبة الثانية، خليني نشوف بعد شنو اكو اسئلة. اكو رسوم داخل مطلوبة، الرسوم مثل ما قلتم اكثرها بالاي سي جي، بس عندي يعني مثلا قلت لكم مو تجيب لي تجيب لي مثلا ترسم لي القلب لو ترسم لي هاي السيركل يعني السيستمك والسيستمك سيركوليشن لو البرمينالي سيركوليشن، لا ماكو هيك شيء. زين احيانا مثلا يعني مثلا من شرحنا لكم على البيكات هذا وين هذا وين، اغلبها قلت لكم بالاي سي جي، اغلبها بالاي سي جي، وما اعتقد اكو رسم يعني بصراحه مطلوب. هاي نمره اثنين، هاي هنا تابع تشيست ديد طبعا داخله للاي سي جي ويا الاي سي جي. خلي لا تقرا الملازم تساعد بالجواب لو النهائي ما يجي شيء منها، لا اذا بس تقرون الملازم ما راح تحصلون درجه كامله، راح تحصل درجه قليله. طبيعه الاسئله معروفه، ام سي كيو بالنسبه لي 20 ام سي كيو، بالنسبه للدكتوره رغد ايضا 20 ام سي كيو، المجموع الكلي 40 ام سي كيو، زائدا شرح سؤال شرح من عندي وسؤال شرح من دكتوره رغد، كل سؤال بفرعين صغيره جدا، يعني كل واحد ما راح يكون عليه ذاك الهواية المطلوب. تقسيم الدرجه قلنا عليها 40 درجه ام سي كيو، 30 الي و30 الدكتوره رغد. شلون حيكون الشرح؟ اشرح فلان شيء. اذا تقرون بس المصدر 100% تاخذون خوش درجه يا بني. بالنسبه يقول لك لازم نصا من المصدر، يعني شنو اقصد النص؟ انا ما اريد ببغائي، افهم الجواب، اعطيني الجواب كاملا باللغه اللي انت فاهمها، شلون ما تكتبها اكتبها، شلون ما تكتبوها اكتبوها، ولكن المهم انا اريد الجواب. يعني مثلا من اقول لكم مثلا خلينا نجيب هيك مثال بسيط، هو مو الهارد ساوند، شنو هي الهارد ساوند؟ تقول لي الهارد ساوند هي اصوات تطلع، يعني انت شو انت فاهمها؟ تظهر نقدر نسمعها بسبب الصمامات، من تنغلق تعطينا صوت الانغلاق، من تنفتح ماكو صوت، من تنغلق فلان وفلان يعطي صوت ساوند شو اسمه الهارد ساوند 1 وهكذا. هذا شرح، هو بالكتاب، هو بالملزمه، وانا شرحته، شلون ما تكتبوه اكتبوه. اهم شيء نعم نفس المعنى ينطيني المعنى كاملا. اذا قرات على الملازم ابني يعني ما اظن تجيب اكثر من بالنسبه للشرح، او يعني خلينا نسوي نسبه وتناسب على اسئلتي من 50 من 50، يعني ما تعبر ال 15 بالزائد 20 بالزائد، يا 15 20 هوايه، 15 ما تعبر. هاي الملزمه الاسي من التشابتر، والتشابتر هو بالملزمه وبالمصدر، يعني الاثنين الموجود التشابتر. بالاسي نعم ترك عند دكتوره رغد، عندي ماكو، لان محددين الترك من 10 الى 15 درجه. يعني ملاحظه او نصيحه صغيره من ابوكم، اذا تسمحوا لي اقول اني ابوكم، او اذا اخوكم الكبير ايضا هم اتشرف بكم، اولادي اخواني ابنائي احبائي، لا تقلقون من الموضوع ولا تعطون هذا القلق اهم للامتحان اهميه كبيره، الموضوع ابسط مما تتصورون، وراح يعني كلش ترتاحون بالاسئله خصوصا للاسي، ربما الامس كيو رادها ذكاء شويه صراحه، ذكاء. شنو الذكاء؟ فهم، بس فهم، اقرا زين، اقرا السؤال زين، راح كلش تفتهم السالفه. زين، اما بالنسبه للشرح الاسي يعني راح تتونسون عليها لانها كلش بسيطه وحلوه وفاهميها، يفترض انتم فاهميها، عدناها 13 مره. يلا بعد منو عنده سؤال؟
سجا شنو معنى أول حرف من الموضوع؟ ما افتهمت السؤال. مو قلت لك بنتي الأسي شرح هو من الشابتر، والشابتر هو بالملزمه موجود وبالكتاب موجود، فانت كيفك بعد انت ومثل ما اقول همتك تردين درجه عاليه فول مارك اقرا المصدر. بعد منو عنده استفسار سؤال توضيح تردون حاضر انا يعني. عنده واحد ما فاهم شيء اشرح لكم اياه اعيد لكم اياه باكر نسوي لكم درس. الاي سي جي الهارت بلوك والميرمرز ثلاثتهن مداخله. الاي سي جي هارت بلوك ميرمرز مداخله. بنتي كلها مهم يعني لازم اعيد تشيال الشابتر كليته ماكو شيء اسمه مهم بشيء معين. من تقول لي المهم يعني انت اذا تقصدين تقول لي قل لي شنو اللي انت خاله جايبه بالامتحان بالاسئله. مو هذا مو 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 اسلوب. شنو اللي ما فهمتي بالساينو اتريال بنتي؟ اساليني قولي لي فلان نقطه بالضبط. ساينو اتريال نود بنتي مثل ما تعرفون اكو مواضيع ما قريتها على المصدر بس فهمتها مع المحاضره اللي انطيتها انه يكفي. لا ما يكفي ما يكفي لازم المصدر. هاي السؤال فاتتني هاي الملاحظه بس اللي وراها الساينو اتريال. الساينو اتريال هي عباره عن البيسي ميكر مال الهارت، هي اللي مولد النبض اللي هي اللي تستورد لنا وتجمع لنا كل البوتنشلز ويصير عندي ثريشولد. الثريشولد من يصير بالخلايا، الخلايا مالتها تكون كلش حساسه جدا وممكن ان تولد لنا فرق جهد كهربائي. هذا الساينو اتريال نود الخلايا مالها ما تتاثر بالجهاز العصبي من ناحيه الـ يعني ما بيها تجهيز عصبي من ناحيه الـ يعني كبيسي ميكر كويفز، لكن كنترول نعم يوجد كنترول للكارديوفاسكولار العفو للجهاز العصبي على الكارديوفاسكولار خصوصا الساينو اتريال السمباثيتك والباراسمباثيتك. الساينو اتريال نود من جديد هي جزء من عباره عن كوندكتنج سيستم تتولد لي هاي الموجه وتسوي لي اياها سبريد على جميع اجزاء الاتريومز، وبالتالي راح يصير عندي تبدي عندي بدايه الكاردياك سايكل. هاي ملخص جدا ملخص عن الساينو اتريال. المصدر هواي مستحيل انضبط، لا ابني مؤشرين على هواي مسائل مسحناها، فكلش يصير مختصر وكلش يصير يعني يغطي المنهج. واني قلت لكم لازلت اكرر كل مره اكرر فهما وليس درخا، فهما وليس درخا. تمشي الباراجراف تقراه فهما لا تدرخ لي درخا، لان يعني ما اريد ما راح استفيد منه درخا. انت ما تستفيد منه تنساه بس تخلص الامتحان، بس اذا فهمته راح يبقى وياك منه الى ان تخلص والى ان تبقى تشتغل، لان هذا الفيزيولوجي مهم حتى بالعمل مالتكم. لا ان شاء الله بعد منو عنده استفسار؟ احنا بنتي اسراء ما نسمي تأخير، تدري شو نسمي؟ اولا هي اتريو فنتريكولار مو اتريال فنتريكولار، ساينو اتريال والاتريو فنتريكولار اي في نود، والاسهل لكم اكتبوها اس اي نود واي في نود.
بالنسبة اكو بياناتهم، احنا قلنا شورت باوز وبعدين يجي لونج باوز. الشورت باوز هو انتقال الموجه من الساينو اتريال الى الفنتريكولر عن طريق ذن اللي قلنا الباثويز اللي موجوده. تمام، اكو بياناتهم فراغات. اذا فهمت اقدر اجاوب ام سي كيو، بس السي يعني حفظ ابني. حتى الاسي مو حفظ، والله مو حفظ، ما يرد. اكتبه بما انت فاهمه، اكتب لي بلغتك اللي فهمتها. انا راح ما حاسبكم على حتى على الجرامر، اكيد ما حاسبكم على الجرامر، بس شوي انتبهوا لي رجاء بالسبيلينج على مود اقدر اقراها زين، واكتب كما فهمتها تاخذ درجه. اخذوها مني هالحكايه، اني اذا فهمت شابترات اقدر اقرا المصدر باكر وافهمه 100% باكر. اذا تقرين المصدر فهما وليس درخا، نعم تقدرين يا بنيتي حرير، تقدرين 100%. الاخطاء، لا ما احاسب على الاخطاء الملائيه، اكيد ما احاسب عليها. انا شلون داخل احاسب على الاخطاء الملائيه؟ اي بنتي ما احاسب عليها. زينب هاشم، ما الاخطاء الملائيه هاي انتم لكم، انتم نفسكم تطورون نفسكم تقدرون بها، بس انا ما احاسب على الاخطاء الملائيه. حتى الاخطاء الجراماتيكالي هم انا ما حاسبكم، جرامر هم ما حاسب. شو علي انا اخوان؟ شغلت انجليزي، انا مو شغلت لغه انجليزيه، بس اريد منكم توصل لي الفكره بشكل واضح. ما عندي كل مشكله بهذا الجانب، وتاخذون الدرجه اكيد 100%. اذا المعلومه صحيحه تاخذون كلمه، اذا تاخذون درجه كلش ممتازه. بعد منو عنده سؤال؟ منو عنده سؤال؟ حاضر ابن اولادي، حاضر حاضر. انا اي شيء اي وقت اي شيء. الله يجزيكم انتم جميعا بالخير، يا رب ادعي لكم من كل قلبي تتوفقون، انتم يعني تستاهلون التوفيق. ما زال اكو عندكم يعني مثل ما يقول همه ونيه طيبه للدراسه، فالله الله سبحانه وتعالى يوفقكم ويفتح لكم ابواب الخير باذنه تعالى. اكو ملاحظه هم تذكير، اسمح لي ابني بس ثواني اذا تسمح لي عن اذنك. اكرر بالنسبه للرسوم، انا ما عندي رسومات، لكن تتذكرون هذا الفقر الكبير اللي قلت لكم ماكو كتاب ما يخدم منه. يعني مثلا من نقول اريد نحكي على الفوليوم تشينجز، شلون اول مره يبدي سريع وبعدين بطيء، هذا هيك مثل الرسم البياني البسيط. ويا الفهم هذا ممكن احيانا اللي كتبه اللي مثلا يريد يذكره يصير رسمه، ما يرسمه ما راح يخسر عليه شيء، ما يخسر درجه. يعني زياده الخير بالخيرين. احيانا اكو من عندكم اكو بعض الطلبه انا شايفهم يعني بالسنوات الماضيه، اذا يرسم لي الفقر ويكتب لي عليه يمكن كلمتين ثلاثه ياخذ الدرجه الكامله، لانه معناه هو فاهم اني شريد من عنده. فاهم انا هيك ملاحظه. نعم تفضل ابني محمد. دكتورنا ما اخفيك، الطلاب كلش متخوفه من الاسئله كلش. يعني ابني والله العظيم انتم مخوفين نفسكم بسبب الفيدباك مال المراحل السابقه. يعني اليوم اليوم كان عندي مراقبه امتحان مال الصف اليوم كانوا يمكن الثالث والخامس، نعم كانوا بعض المراقبين وياي اللي درستهم اني بسنه 2005 و6 و7 و8 وكملوا بالبكالوريوس، طبعا طلعوا من الاوائل وكملوا ماجستير وهسه الان يقرون دكتوره. كنا نتذاكر بموضوع الاسئله وهذه، فكانوا يقول يحكون وياي يقول لي دكتور احنا كنا نطب للمد نطب يعني مرعوبين بسبب اللي يحكون لنا. قالوا بس من نطلع من الامتحان
يعني نستحيف على الوقت اللي ضيعناه وما قرينا المادة بسبب الحكي مال اللي قبلنا المراحل اللي قبلنا. انتم لانه تسمعون ذول الفاشلين اللي قبلكم تاخذون من عندهم هاي العدوى بصراحة. راح تشوفون بالامتحان بعد بكرة ان شاء الله هو بيوم امتحان كل هذا الكلام ما إلى صحة. نعم ربما تكون أسئلة مركزة كلش علمية نعم، ولكن ما اسألوا احد رسب بالفسلجة في اليوم ابدا، ما احد رسب بالفسلجة هاي نمرة. ليش؟ لان هم يطوكم الصدوق ما يحشوكم الصدوق ينجحون وهم كلاوشية بس يبدون يشوهون سمعة المادة، لان مادة فعلا اساسية ومهمة ومدى ينطوها حقها. يقول لك انا مثل ما انا ما استفدت خلي اعم على غيري. افهموا المادة جاوبوا باللي تفهموا 100% تاخذوه. اكيد الاسئله تكون بها يعني ان يسموها بالنورمال ديستريبيوشن التوزيع مالها. اكو اسئله من ال 20 سؤال، انا اتكلم عن ملعتي الاسئله من ال 20 اكو اسئله يعني نسبتها تكون حوالي 10 الى 15 20% صعبه، واسئله بحدود 25 30% او 40% جدا سهله، ما بين ال 30 الى او يعني 50 الى 60 من اسئله معتدله ومتوسطه. هذا يسموه التوزيع النورمال ديستريبيوشن للاسئله، سهله متوسطه صعبه، نسبتهن متفاوته قليله بقليله، وبالوسط النسبه الاعلى تكون للاسئله المعتدله المتوسطه اللي هي تكون لكل الطلاب. هذه راح تشوفوها بنفسكم. واني ورا الامتحان لو امتحاننا الكتروني مثل ما كان بالسنوات الماضيه كنت اطلع الجدول يعني اسوي احصائيات واطلع الرسم البياني مال الاسئله، وشافوها اللجنه الامتحانيه وحتى يعني قدموا بها مذكره للعماده بهذا الجانب انه اسئله كانت نموذجيه من ناحيه التوزيع الصعوبه والسهوله مالتها، تبدا بكم فرع صعب الباقي المعتدله ثم بكم كم فرع سهل. هذا يسموه التوزيع الطبيعي للأسئلة. فلا تخافون منها، لا تقلقون. وأيضا لو تجي تحسبها 20% من الـMCQ هن إلية، عندكم 20 دكتورة رغد 20 درجة، عندكم 20 30 شرح مال دكتورة رغد ها 50 30 عندي شرح 100% تحصلون من عنده يعني ما لا يقل عن 20 ما لا يقل عن 20. قلتوا ليش قلقانين يعني ما لا أفتي بشو القلق. اعتبروا هاي 20 بالنسبة لكم فلغز تقدر تحله نصه او ثلاثة اربعة او ربع ما تقدر تحله من العشرين ام سي كيو مثلا هيك دا اوصف لكم. فتلوين انت تقلقون وكلش يعني تعباني منها دكتور. ما هو شنو الخوف من كلمة مصدر؟ لان الطلاب ما متعودة تقرأ على مصدر، فمن تسمع انه كلمة مصدر فشي يكون يضاقهم. طيب زين ماشي. اول مرة بس بالنسبة للشعيب، بس اسمح لي بس بالنسبه للشعيب حدد لنا هارت بلوك حذف اي نعم ابني الهارت بلوك كليته وموضوع الهارت بلوك كلها محذوفه. الماده هوايه بانتهايه انتم هالسنه محظوظين اخذتوا نص ربع ثلث الماده هم انا اللي دخلت بالامتحان. كل سنه ندخل الشابتر كله بما فيه الاي سي جي وياها الهارت بلوك والمرمرز كل الشابتر. انتم محظوظين هاي اثنين وحده اثنين ثلاثه. المهم تقول لي ما متعودين يقرون المصدر. هسه انا راح اجي انتوا راح تواجهون هاي المشكله مو اني. بالفصل الثاني الامتحان تدرون صارت وزاري لو ما تدرون؟ تمام يا مو تمام. طيب احنا قبل يومين او ثلاث ايام ما اذكر تحديدا يعني يمكن الخميس جمعه سووا دزون عمر الفريق الوزاري دزون رساله حضور الورشه على هذا الموضوع. حضر يعني أكثر من 1000 وكسور أستاذ تدريسي بهذا الموضوع. تعرفون هو المشكلة وين؟ هي هاي الدق والمدقوق مال الوزارة. أكو كليات ينطي شابترين من المادة بالفصل ويمتحنهم بهم انتهت تطلع جوبر. الوزارة انتبهت لهذا الموضوع فش قالوا؟ قالوا بعد ماكو هذا الحكي، الكل تعتمد على المصدر المنهجي الكتاب المنهجي المقر والمعتمد من لجنة عمداء كلية الصيدلة بالنسبة لنا احنا اللي هو جايتن حددوه يكون هو المصدر. وتدخل السيلبس او يعني مفردات المنهج الموحد لكل كليات الصيدلة بالعراق، وستكون الأسئلة من هذه الفصول والنتائج عليها. طيب هسه انا راح اسالكم لو انتم ما راح تقرون هذا السؤال اشرح لكم انا
راح اشرح لكم اجيب مدزمه واشرح لكم الماده كلها. اذا انتم ما راح تقرون الكتاب شلون راح تجاوبون بالوزاري؟ مو عندي انا بالنسبه لي ما راح امتحن ولا امتحن، راح اخلي اسئله وانطيها نعم تصير ضمن البنك يسموه بنك اوف كويشن، يجوز ما تجي. احنا كم استاذ يدرس الماده، كم كليه صيدله، كم مختص بفوق راح يصير عندهم بنك هم يختارون بالمنهج، راح تجاوبون بالفصل الثاني. انتم لازم هذا سونا، هذا يعتبر بالنسبه لكم هسه فالبراكتسينج كلش ممتاز على مود من بالفصل الثاني تكون انتم تعودتوا على القراءه بالمصدر، وبالتالي راح تمشون تنجحون ان شاء الله وتعبروها تجتازونها. مادتين يعني عندكم بالفصل الثاني امتحان وزاري فيزيكال فارمسي. واضح دكتور. دكتور بس سؤال بعد اخير. حاضر جو. لا حاضر دكتور، بعد التقسيم وخمسة حضور لو من 25 كامل، هذا خاضع لتوجيهات الفرع والعمادة، بس يعني مصلي راح يكون 20 وخمسة ناخذ عليه على الحضور والامتحان شفهي نسوي بسيط جدا ان شاء الله. ما يقول لك لا خلوا الحضور باعتبار انه انتم عندكم حضور جزء منه الكتروني وجزء منه حضوري، فاتوقع يعني يصير من 25 وذاك يصير مهم العملي ب 50% الكتروني و 50% حضوري نفس الشيء. مو ما اعرف انا مو قلت لك هذا متروك الحقيقه، ننتظر من عندهم التفصيل. احنا قالوا يقولوا لنا ابني انتم تردون عندكم مقترحات ممكن انه انت ترفعها من خلال اعتبار ممثل مثلا بكل مراحل الصيدله مو بس هالمرحله وكل المواد المفروض واحد يقرا فهم له درجه. هذا سؤالي، يعني انت داخل الامتحان على مود الدرجه ولا داخل الامتحان على مود الفهم اللي ممكن يفيدك بعدين؟ هذا سؤالك بنتي. هذا سؤال بنتي. اللي صار الان بالنسبه بالعراق بالتعليم الحقيقه بالسنوات العشره الاخيره، هذا اللي اريد هيك اكون وياك، لان انا الحقيقه كنت عضو لجنه يسموها لجنه التعليم الاستراتيجي من 2012 22، فكنت اطلع على بعض التقارير والملاحظات. الان كل الطلاب تدخل امتحان فقط على مود الدرجه وليس على مود وليس لاجل الفهم. بالمرحله القادمه احنا اللي هسه اللي بدت الوزاره اللي يسووه يشوفون هاي موضوع الاعتماديه وما اعرف منو ما اعرف منو ما يشون هذه المسميات مالتهم الكبيره، بدأ الآن التوجه نحو الفهم أو يعني فهم ومعرفة المادة بغض النظر عن الدرجة. نعم هم بدأوا قلت لي يضعون حلول، يقول لك أبو الأهلي ينطوهم درجات بالقوترة وبالتالي من يطلعون بالأخير من يسوون التسلسلات راح ينظلم أبو الحكومي وبالتالي ما يحصل المكانات القريبة. مو هذا اللي أنتوا هذا اللي دردون تقصدون بالضبط. أي هاي دائما نقول دائما احنا والله فاهمينش، احنا فاهميكم صدقوني كلش فاهميكم، لكن بنفس الوقت انتم عندكم اكو شيء اخر لا تنسوه، انه ورا ما تخلصون ان شاء الله تتخرجون بالخامس قبل ما تمنحون الشهاده راح يوقفوكم وتقسمون القسم يسموه قسم. تعرفين شو القسم؟ يعني راح تحلفون قسم ان نساعد المرضى وهيك. مو بس تساعدون، هو القسم مكتوب، يمكن اكو نسخه منه مكتوبه معلقه على احدى الحياطين ما اتذكر وين، بس حتى لو تكتبيه بالنادي يمكن طلعت القسم الطبي. هذا القسم يعني هذا قسم بين الانسان وبين الله سبحانه وتعالى، اذا ما راح يؤديه حقه معناه هو ايش راح يسوي بحياته كله؟ كله راح يطلع عمله غير مقبول. انت حاولي انه حاولي انا هيك يعني فهمي وفلسفتي قالوا حاولي انه انت يعني خلينا نقول توازنين ما بين الفهم والدرجه. لا باس انه اضيع شويه جزء من الوقت على القراءه وفهم الموضوع وبالتالي راح احصل درجه قد لا تكون هي الفول مارك، ولكن راح تكون درجة عالية ومنافسة بالموضوع. احنا لازم تفهمون هاي المسألة انه دخولكم او خلينا نقول يعني دراستكم للمادة هي لاجل الفهم وليس لاجل الدرجة. انا يعني هذه وجهة نظري واتمنى ان تكون صائبة او تكون مقنعة
لأنها إحنا يعني عايشين بهذا المجتمع، كل من يؤدي دوره وكل من عنده وظيفة. هاي من باب، هاي باب. وأكو شيء أيضا إضافة صغيرة إذا تسمحي لي، إذا عندك وقت يعني ذكرتها ربما ما يجوز نسيت بالقاعة مالتكم من ذكرت أو ما سمعتوها زين أو ما وصلت بالشكل الطالب. صدقوني صف رابع وخامس دائما دائما يجون عليه، ولا زالوا لحد الآن حتى إلى حد اليوم يجون عليه في قبل بعض الامتحانات الخاصة مالتهم خصوصا بالسريرية، يجون عليه دكتور عفي عندنا فلان موضوع ممكن تعيد لنا شرحه بالفسلجة، أو ممكن بلا زحمة عليك محاضرات الشابتر الفلاني ممكن نأخذها أو تقول لنا كذا 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 لأن محتاجيها هسه بالامتحان مالنا القادم. مادة هذه تحتاجوها بالثالث وبالرابع وبالخامس ورا ما تتخرجون، لذلك فهمها يجب أن يكون أو قراءتها لأجل الفهم على مود تبقى مطبوعة بالدماغ. المادة الحفظية أو الدرخية تروح من الدماغ ما خلص الامتحان أجي أسألك بها لا قدرت تجاوبيني عاتبيني، لكن إذا فهمتي المادة دا أسألك مو هسه بعد سنتين ثلاثة أسألك تجاوبيني. هاي وجهة نظري، فأرجو أن تكون يعني وصلت لك الفكرة من عندي. يعني دا تقول لي إنه هاي المادة فهميها وعلى كدرجة بس على قد النجاح، يعني بس انجحي بس إنه هاي على قد المادة لا مو على قد النجاح لا. هاي دا تقول لي إنه نجيب درجة يعني. تقدرين تجيبين درجة إذا فهمتي، أرجع وأكرر، تقدرين تجيبين درجة إذا فهمتي المادة زين، تقدرين تجيبين درجة كلش ممتازة إذا فهمتي المادة. ولا زلت أكرر أفهميها وجاوبيها بما أنت فهمتي بدون ما بالأسلوب اللي أنت فهمتي اكتبي لي، بتكون صحيح تأخذين الدرجة الكاملة بنتي. ماكو هذا القانون بالحياة بكل التدريسات. ما زال فاهمة وجاوبتيني جواب، شو ما تجاوبي جاوبي مو إلا نفس الكلمات ولا نفس التعابير ولا نفس الجمل أبدا، مجرد أنه فهمتي خلاص تأخذين الدرجة. وهي عندي يعني مثل ما يقول مجربة كل الناس تعرف. وصلت، شكرا دكتور، شكرا. حاضر بنتي تدللي والله، صدقوني أدعي لكم أنه سبحانه وتعالى يعني ينور بصائركم على مود تتركون هاي الفيدباك مع دول قبلكم الفاشلين. صدقوني هو هذا دكتور، هذا ساينس، هذا علم حلو يعني اللي خربها الدرجات، فكرة الدرجات شوية تربك الطالب وتخليه ما يركز، هاي الفكرة. إن شاء الله إذا أنتم بس تطردون هاي الأفكار من دماغكم والله راح تلقون لكم طريق حلو بالدرجات همينة. صدقوني وهاي ما يخالف، إحنا عندنا المد يعني هي تعتبر ليش يسموه امتحان يعني تجريبي، هذا مد حيكون مجرد تقديم للامتحان النهائي. الامتحان النهائي ذاك الوقت همينه هم وقت طويل وهم درجته غير شكل ويعني خياراته غير شكل، يعني هواية أمور بيه حلوة. بعد منو عنده سؤال استفسار توضيح نقطة ما فاهمها؟ حاضر دكتور، بس يعرف السؤال جواب حاضر. مثلا هسه المواضيع من عاد اقراها عن مصدر، لنفترض the hard sounds، بس صوتك بنتي ممكن شوي علي مدى اسمع بلا اسمع عليك دكتور. المواضيع من اقراها على المصدر، نعم، يعني مثلا بس the hard sound اخذه بالمصدر يعني كتايتل واقرا عليه. تاخذين من المجزمه تايتل، شوفي بالمصدر ايش كاتب عليه غير اللي احنا حكينا به، ممكن تضيفين هالمعلومات على المجزمه او الباوربوينت اللي انت تقري عليه. بس كلها يعني كل المواضيع اللي اخذناها تاخذين التايتل مالها تشوفيها بالكتاب المنهجي زين، تقارنيها بس تقارنيها شنو اضافات موجوده بالمصدر مالنا بسيطه تقدرين تضيفيها على الملزمة مالتك، وذاك الوقت تصير عندك الصورة كلها مكتملة من الجهتين. تمام دكتور، شكرا. نعم، بعد أحد عنده شيء شياتين؟ إذا ما عندكم شيء أنا أتمنى لكم كل موفقية من كل قلبي، وإن شاء الله سبحانه وتعالى يوفقكم. وأني صدقوني حتى بالتصليح
كلش متساهل، وبالأسي بالذات بالأسي مجرد انه اي واحد منكم يكتب لي شلون فاهمها مثل ما فاهمها باسلوبه هو راح ياخذ الدرجه اللي يستحقها العاليه ان شاء الله تعالى. اتمنى لكم كل التوفيق. اذا ما عندكم شيء لا بالعكس حاضر انا، هذا واجبي ابني. لا لا هذا واجبي، هذا مو انا ما مو مو يعني مو متفضل عليكم، هذا جزء من واجبي انا اذا اخذ عليه راتب هذا الحال. شكر لله، شكر لله اولادي، الله يوفقكم جميعا ان شاء الله. تسمحوا لي اغادر المنصه اذا ما صير زحمه عليكم. براحتك دكتور، تسلم. نعم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام دكتور.